لأنه نحن كنا منعرف عجينة بعض منيح. نحن النسوان منواجه الدنيا كرمال ولادنا ما يصيبهم شر، ومنعرف بعضنا من أول تطليعة. وطبعا نحن واللي حقنا ضايع بهالدنيا أكيد رح نكون منعرف بعض منيح. ومشان هيك أنا وستك من أول لقاء فهمنا على بعض وحبينا بعض. ومشان هيك كنا نتجادل كتير يا عمري. تعرفي رفيف، هلأ بيكونوا الشباب دفنوا ستك الله يرحمها، وأكيد شي يوم رح ياخدوكي لحتى تزوري قبر ستك. الله يحميك ويبعد عن قلبك الشر، الله لا يضرك بكل حياتك ويطول بعمرك. نحنا كرمال هدول الولاد يعيشوا مرتاحين وما لهم بحاجة شي، منضل نتعب ونشقى ولو كنا عم نموت من تعبنا ما منشتكي. تفضل أمير، الله يرضى عليك، لازم تاكل لك لقمتين. ما بدي. حاسة بوجعك وبعرف، يعني شو بدي أقول، بس هالشي لازم تتقبله. بعدين كنت تقلي على طول انتي لازم تكوني قوية، وهلأ دورك لتكون قوي. كون قوي ما نحن كل اللي صار معنا كان بسبب القوة يا لبنى. أمي كانت مرة قوية كتير وبتمشي كلامها على الكل، وكانت بتحب الكل يحكي عنها، أصلاً جيتنا على اسطنبول مشان هيك. حتى هالفرو مشان يميز أمي بين الكل إنها بنت أصول وقوية، وقديش هي وحدة قادرة ومميزة. حتى السند اللي وصل أبي للموت وقعه لتنبسط أمي مو أكتر، لأنه أمي كانت تآمن إنه نحن لما نكون قوايا كل شي رح يهون. وسعيد هيك، أصلاً سعيد بطبعه طالع له، وهلأ هو مع هدول لأنه بده يكون قوي. على أساس أنه بده ينتقم لأبي. شو اللي صار؟ أمي ماتت قتل بسببه. وبدك يعني يكون قوي؟ ولك اتركيني يكون الضعيف بهالعيلة. لا تكون عدو لأخوك أمير. خدوا القوة من بعض، بعدين انتو الاثنين ما لكم بكل هالدنيا الا بعض. بالاخير سعيد اخوك، اصلا هلا سعيد بيكون بوضع ما بنحسد عليه. سعيد ماله غيرك. لا تذكري اسمه قدامي ابدا لبنى. انا دفنته اليوم، صار مع أمي بنفس القبر.
العمر إلكن يا ابني. العمر إلكن يا ابني. العمر إلكن يا بنتي. تعيشي، تفضلوا. سعيد، أنا بدي أمشي. وين رايحة؟ والله أنا في عندي شوية شغل، شوي مو كتير، بخلصه وبمرق لعندكم. أي ماشي. وين حط هدول يا جماعة؟ ليش شو هدول؟ هدول رز ولحمة وهيك شغلات. طيب سليم حطن هون. ولسه بدنا صحون، هدول ما بيكفوا، في ناس كتير. نحن جبنا معن معالق وصحون بلاستيك. وقف لا تروح، خد هدول معك لفوق. يسلموا. جابوا الأكل؟ جابوا. منيح، بيكفوا يا ترى؟ ايه بيكفوا، بيزيد كمان. أمير، معلش تجي شوي؟ شوفي، سعيد واقف برا وما نو قدران يفوت على البيت، معلش تروح تشوفه بعد إذنك. انت شو جابك لهون؟